وجدنا الجمعة هذه مسرح عبد العزيز ناصر في سهرات مهرجان ربيع سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة. المهرجان اللي كمل فعاليته بنجاح نهار 4 جانفي ضيف نجوم العالم العربي. الهدف تنشيط سوق واقف السوق الأكثر حيوية في قطر بين الفعاليات الثقافية، البعد السياحي، الجانب الترفيهي. مهرجان ربيع سوق واقف استدعانا باش نعيشوا على وقع السهرات العربية ونجوم الدورة الحالية في واحد من أهم المهرجانات الغنائية العربية. آخر ديسمبر الحدث في الخليج العربي انطلاق فعالية مهرجان ربيع سوق واقف، مهرجان غنائي تشرف عليه إذاعة صوت الريان القطرية. الميزة في مهرجان ربيع سوق واقف أنه مهرجان احتفالي تراثي عربي يتركز في سوق واقف، سوق تعاود تبنيت بالكامل بعد حريق كبير عام 2003 نمط السوق. كما تشوفوا تصميم الهندسة المعمارية مستوحى بالأساس بالثقافة الخليجية. كل شيء موجود في السوق حتى الحيوانات والطيور. هذه سوق الطيور، لهنا نلقاو العصافير بكل انواعها، بحذاها نلقاو كلاب من برشا سلالات واسماك الزينه، والناس الكل تستمتع اما بالشراء واما بالفرجه. كل ليلة عنا سهرية من دولة عربية. هذه الفنانة باسكال مشعلاني ليلى لبنانية بامتياز. باسكال تغني لأول مرة في مهرجان الربيع. يعني اليوم سهرة سوق واقف عن جد انتو لازم تشوفوا وتخبروا لأنه روعة. الجمهور كان بيعقد بياخد العقل، غنى كل القديم وجديد، ولو بعد بدي كمل يعني غنينا أكثر من ساعة ونص ساعتين. كتير كنت سعيدة، كتير كنت فرحانة بهالمشاركة وبهالجو الناس اللي عملوا لي وهالفرح. الحضور كان عربي تقريبا، لهنا نحكي على كل الجنسيات العربية. باسكال غنيت كل نجاحاتها، خيالة، صعب عيش من دونك، وصفة للنسيان، ونور الشمس. تونس يا تونس، اشتقت لكم برشا برشا. تونس انتو بتعرفوا شو بحبكم، ما بطلب الا السلام لتونس وترجع تونس الحلوة الخضرة مضوية والشعب يكون مرتاح. عم بسمع هيك شوي ما عم بتكونوا مرتاحين، يا رب 2019 تكون بون اني غير شكل وترجع تونس تطلع بالعائلة وتكون منورة وحلوة، لأنه أنتم بتعرفوا شو بحبكم. دوحة تعرف تطور سريع ولت نموذج للحداثة والنمو. دوحة مرادف المفهوم الكورنيش، ونلقى واجهة بحرية زينها الهندسة المعمارية متاحة. العاصمة القطرية تستقطب اليوم جاليات من كل البلدان العربية. التوانسة عددهم قاعد يزيد تدريجيا لهنا. مهرجان الربيع حضر لهم في السوق جو تونسي. هذه فرق اسطنبالي تحوس في الشوارع في قطر وتقدم رقصات وأغاني تونسية. نخرجوا في السوق نعملوا اسطنبالي، نعملوا الحضره الخرجه نتاعنا، والناس بعد يجونا يتفرجوا فينا. السوق واقف جو جايه تونسيه في الحاله بالجو، متفرحين وكاينهم في تونس. هذه منصه تونس، احنا في قلب السوق. المهرجان ضيف فرق تونسيه تقدم موسيقى تراثيه تونسيه. فعاليات المهرجان تمهد للحفلات الكبرى. المره الاولى تفاعلوا بيس خلينه معناها طبلك هو بوسعديه يمشي ويجي وكل شيء. خذوا الفكره معناها اعطيناها حسب التقريب، القصه بتاع بوسعديه كيفاه هو يلوش بنته، كيفاه عمل لك الطريقه هذيك مش لوش بنته، وزاد وريناهم فن بتاع الاسطنبالي على خاطر ما عندهم فكره على المغارب على القناوه، فهمناهم الاسطنبالي توا شافوه اللي لقاوه معناها موسيقى راقيه باهي تمشيت معاهم، فهمتني؟ حتى المسؤولين الكبار عجبتهم معناها الحكايه الكل. والله فرحانين بهم وعجبهم الجو، يحبوا يتصوروا ويحبوا معناها فهمتني يشتحوا معنا ساعات، جو تحفون برشا. هذه حفله كبيره في مسرح عبد العزيز الناصر مع الفنان القطري والبلاد منصور المهندي اللي تقريبا مواظب كل عام على المهرجان. يا والله صراحة فاجئوني الجمهور،
ما كنت أتوقع أن الجمهور راح يتفاعل معاي وراح يكون جمهور بهال ما شاء الله الصالة، وأنتم يمكن شفتون الصالة معبية ما شاء الله مليانة. فمن بداية أول ما خشيت كان فيني خوف، لكن بعدين شفت الجمهور لا متفاعل معاي نسيت الخوف. مهند يعمل ساعة مع أجمل الأغاني الشعبية الخليجية. كل فنان يطمح أن هو يوصل للجمهور العربي، يعني بالنسبة لي أنا أتمنى يوم من الأيام أوقف على خشبة مسرح في تونس، في المغرب، في مصر، لأن أنا أعرف في ليبيا، يعني أعرف أن الجمهور المغرب العربي ما شاء الله ذويق. الجزء الثاني كان مع الفنانة العراقية رحمة رياض، شركة قبل في برنامج سوبر ستار، ستار أكاديمي 7 ونجم الخليج. الشعب التونسي شعب سميع، يسمع العراقي ويسمع المصري ويسمع اللبناني، فأكيد أدخل للشعب التونسي بهويتي العراقية، وأكيد هم الشعب التونسي رح يستقبل فني ورح يستقبل أغاني العراقية أكيد. فستان أسود وشعر مربوط التالي، نجحت رحمة باش تعمل حفلة مميزة. أنا أعشق الأسود، يعني أنا أحب الأسود وشعري يكون هيك دائما، يعني حتى الجمهور أعتقد مل من هالتصريحة بس أنا أحبها. أنا أحبها، أنا شخص كلاسيكي بالحفلات. مهرجان الربيع نشط السوق، رقم المعاملات قاعد يزيد، المطاعم المحلات التجارية تخدم بشكل واضح، السوق هذه تأسست تقريبا منذ قرن على الأقل، سوق كانت معتمدة لتجارة المواشي قريب برشا من الشواطئ، اليوم تبدلت 100%. السوق تطورت ولت وجهة ترفيهية بامتياز، في المهرجان وقع جلب سيرك عالمي من بيلاروسيا لتقديم عروض الأطفال. فيري تيل سيرك عالمي استقر في قطر أيام المهرجان، وإذا العروض متاع الفعالية مدفوعة الأجر فإن عروض المسرح الكبير مجانية كما العادة. هذه السهرة اليمنية مع الفنان يحيى عنبان، أغلب الحضور يمني، والفنان نتاعنا عمل سهرة إيقاعية بامتياز. الله، جمهور جميل ومهرجان رائع جدا، والحضور كان فيه أجمل، والحمد لله أنه وفقنا الباري في اختيار الأغاني وتنويع الأغاني في المسرح. يحيى وحد اليمن المنقسم، اليمن المختلف، الموسيقى متاعه كانت دعوة للفرحة للرقص، سهرة كانت رسالة وطنية بامتياز. اليمن لها تقاليد كثيرة، من اللبس الجنبية، عاد في عندنا يسموها القايش أو المحزق يسموه، وعاد في محازق لها نوع اللي يجي فيها الرصاص هذاك والشكة يسموها، فهو متنوعة بجميع الألباس، سواء كان العسيب أو الجنبية أو المعاوز
يعني اليمن للتغير في لبسه في حضارته في هو متنوع زيادة. مهرجان ربيع سوق واقف كمل فعاليته بنجاح. النجوم روحوا لبلدانهم بذكريات رائعة على رحابة الاستقبال وتفاعل جاليتهم معهم في انتظار الدورة القادمة اللي الإعداد لها يبدأ قريبا جداً.